شفنا في اخر بطوله في السلسله الختاميه طبعا لما انت كنت ساجد ومامتك دخلت الملعب، هل انت بتفتكر اللحظات دي وهم دعمهم ليك ازاي هو اللي خل وصلك للمكان ده دلوقتي؟ لا طبعا دعم كبير جدا يعني من اول يوم والله. يعني انا مامتي يمكن المشهد اللي احنا شفناه كله، انا ما تخيلتش ما صدقتش مامتي اللي هي بتخش الملعب. انت اصلا لما لقيت ايد على ظهرك وانت ساجد يعني جه في بالك مين؟ انا ما صدقتش اللي هو ايه ده، هو في ايه اللي هو مش يعني انا مش مامتي اللي تعمل كده، انا دي اول مره يعني؟ اول مره ممنوع اصلا، ممنوع اللي هي مامتي تخش الملعب. والغريبه بقى ان مامتي يعني هي بقى لها خمس سنين ما تروحش تيجي معايا التمرين، تخش طبعا بابايا هو اللي ماسك تخش بشكل كبير، مامتي بقى ماسكه كل الحاجات التانيه دي. بعد ما بخلص اللي هو ماتشات وكده وبكسب وكسبت بطوله، ودي غريبه ان هي مش اول بطوله اكسبها في المحترفين، انا كسبت البطوله دي السنه اللي فاتت ما عملتش كده، اللي هو كان دايما اللي هو بيبقى فيه تاثر وكل حاجه، بس عمرها ما دخلت الملعب بالمنظر ده. وبعديها كمان انا كنت بسجد واللي هو كنت بعيط يعني، وبعد كده رحت طالع لقيت مامتي ما صدقتش، كنت فاكره الراجل اللي هو هيعمل معايا انترفيو هو اللي بيخبط عليا يعني. افتكرته من بابايا مدربي، عمرها ما تحصل يا مامتي. وكمان دخلت الملعب كده انا ببص لقيتها لابسه كعب طويل جدا وبتجري، فانا قلت يعني اللي هيحصل. وكمان الموقف كمان في الاول بابايا كان بيشدها اللي هو انت رايحه فين اللي هو، فبعديها لا هي كانت اللي هو انا رايحه على الملعب. هي كمان بتقول لي بعد الماتش يعني تقول لي انا لو اتكررت 100 مره انا مش عاملها مستحيل. وده كان رد فعل تلقائي ليها ساعتها وطلعت منها كده؟ لا هي يعني بابايا كان مخلص الماتش بيسلم على سياده الوزير، وساعتها كان يعني سياده الوزير كان بيهنيها على البطوله، هي كانت رايحه كده وهو كان ماسك مامتي اللي هو نروح للوزير سنه، ف يا دوبك سلمت على سياده الوزير وكده دخلت الملعب تاني. وفي ستيب كبير ما بين الملعب انا لما باجي اطلع لما طلعت عليه عشان اسلم على سياده الوزير يعني، رحت اللي هو كنت باخد بالي اللي هو هي ما خدتش بالها خالص اللي هو دخلت كده الملعب، فانا الموقف كان رهيب يعني.